معي من عاصمة أذربيجان باكو الدكتور أمجد عبيد، رئيس الفريق الطبي البحريني الأذري. أهلا ومرحبا بك دكتور. ربما هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها شباب البحرين في تنظيم فعاليات رياضية، خاصة ما يتعلق منها برياضة السيارات. إلى أين وصلت استعداداتكم في تنظيم سباق باكو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإشارات والله الحمد بدت طبعا، وصلت طبعا إلى حد إن شاء الله تكون جاهزية الكاملة إن شاء الله. وبدينا احنا الإشارات مع كفريق طبي مع الفريق الطبي الأذربيجاني تقريبا أكثر من 3 شهور. قمت أنا بعمل أكثر من ورشة عمل تدريبية حق الفريق الطبي، أكثر من زيارة لمدينة باكو لتأكد من جاهزية المستشفيات وجاهزية المعارض الطبية وجاهزية الفريق الطبي واختيار أعضاء الفريق الطبي. يعني كنت شاركت مع الجماعة هنا في باكو باختيار حتى أعضاء الفريق الطبي واختيار المناسب والأفضل عشان يقوم بالتقديم سباق أذربيجان للجائزة الكبرى. ما الذي وفرته لكم حكومة أذربيجان، وكيف يبدو مستوى التنسيق بين طاقم الطبي البحريني والأذري نظيره الأذري في أذربيجان من أجل ضمان سلامة المشاركين في السباق، سواء من مشاهدين أو جمهور يعني أو من السائقين أنفسهم، ومدى جاهزية البنى التحتية في أذربيجان لدعمكم في مساهمتكم في تنظيم هذا السباق؟ من أول يوم إحنا كان الاتحاد البحريني أوكل لنا المهمة، مهمة تنظيم وإدارة سباق الأذربيجاني. أنا من ناحية طبية وزملاء المارشل من واحد أخرى، كان عندنا إحنا إن هو التوجه واضح جدا من إدارة رئيس الاتحاد إنه يكون تعامل السباق كان سباقكم أنتم، إثبات لكفاءة وجدارة الفريق الطبي البحريني. فكان تعاون جدا صراحة وثيق مع الفريق الطبي الأذربيجاني مع وحدة وزارة الصحة. يعني أكثر من زيارة قمت أنا فيها كرئيس الفريق الطبي البحريني والأذربيجاني لمدة سنتين، قمت بزيارة مسؤولين كبار مسؤولين وزارة الصحة، كبار مسؤولين المستشفيات اللي تكون تحت الستاند باي أثناء السباق. وصراحة لقينا من عندهم كل أنواع التعاون وقمة التعاون والتشجيع على الاستفادة من خبرات الفريق البحريني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور أمجد عبيد، رئيس الفريق الطبي البحريني الأذربيجاني، حدثتني من باكو.